الثلاثين الجمعة من 7 للـ10 متاع الصباح. مرحبا من جديد في الكابوتشينو. نمشي نعملوا طلع على أهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم بأرقامها ونسبها، وتقريبا تصدر نتائج البكالوريا المشهد في وسائل الإعلام المكتوبة. هذا كله في ريفيو دو بريس. لا ريفيو دو بريس. نبدأ ريفيو دو بريس بتاعنا اليوم بجريدة الشروق، والعنوان الأبرز فيها هو تسليط الضوء على نتائج البكالوريا من طرف وزيرة التربية، و 42.20 نسبة النجاح، والرياضيات تتصدر يعني تتربع على عرش الشعب اللي متفوقة هذه السنة. هذا عنوان الصفحة 16. نعطيكم شوية لهنا في الترتيب، نلقاو الكاف هي الأولى في شعبة الرياضيات، المنستير في الرياضة، سوسة في العلوم، صفاقس 1 في الإعلامية، ومدنين في الاقتصاد. هذه الولايات اللي تتربع على عرش الشعب بتاع نسب النجاح لهذه السنة. هذا تقريبا العنوان الأبرز والعنوان الأول في جريدة الشروق. أيضا نلقاو، خلينا في المستوى المحلي ربما لهنا، نحكي على الفرق المتواجدة في نصف نهائي كأس تونس، نلقاو باجة والبقلاوة والبنزرتي والإفريقي، هذه الفرق اللي متواجدة في نصف نهائي كأس تونس. هذا العنوان الرياضي. في العناوين العالمية ثم ثلاثة عناوين مهمة اللي جات عليها جريدة الشروق صباح اليوم، في الحديث عن صراع الفيالق الأجنبية إلى إثارة العرقيات في ليبيا التي تواجه شبح التقسيم. هذا عنوان الصفحة 7 اللي جاء في جريدة الشروق. ولهنا أمريكا عاجزة عن حماية الصهاينة في الصفحة 5، وتخشى حربا مدمرة بين حزب الله والكيان الصهيوني. هذه العناوين العالمية بالإضافة إلى عودة في مذكرات السياسي للشروق في عددها 63، هذا عنوان الصفحة 8 تحت عنوان تونس ترفض الانخراط عسكريا في قوة حفر الباطن والعودة على الأسباب، هذه في مذكرات السياسي للصفحة 6، والعدد 63 من مذكرة السياسي لجريدة الشروق. نمشي للجريدة الثانية اللي فيها زادة تقريبا كما قلت نفس العنوان، يتصدر المشهد الإعلامي أو المشهد الصحافة المكتوبة هنا رسالة وزيرة التربية للمؤجلين في البكالوريا ومطلوب حل لشعبتي الاقتصاد والتصرف والأداب. هذا هنا سلوى العباسي وزيرة التربية تلقاها في الصفحة 3، تلقاو الرسالة متاحة للمؤجلين في البكالوريا الصفحة 3. أيضا الحديث عن استثمار تونس في المتفوقين في البكالوريا المنقوص كما جاء في الجريدة، وطرح التساؤلات كم الذين عادوا منهم بعد ما زالوا دراستهم في الخارج، وهل تتواصل العلاقة معهم بعد المنحة. هنا العودة على الحديث على الكفاءات التونسية والخبرات التونسية اللي المتفوقين التوانسة اللي يخرجوا يقرأوا في الخارج، وطرح السؤال بتاع هجرة الأدمغاء، علاش اليوم ما عاش يحبوا يرجعوا، أو الأعداد اللي قاعدة ترجع لتونس بعد ما يأخذوا الشهيد متاعهم. في الصفحة الثانية لجريدة الصباح 10 ملايين منتوج مخلد في الأسواق بفضل المواطن، هذا عنوان الصفحة الثانية كما عنوانته جريدة الصباح، حكيت على المنتوج هذايا 10 ملايين منتوج منها ملابس جاهزة أحذية ومواد تجميل. الصفحة 7 ولأول مرة النقد من الدولي يتجاوز 22 مليار دينار، ضرورة كبح جماح التضخم وتعميم تقنيات الدفع الرقمي والإلكتروني، هذا اللي حكيت عليه جريدة الصباح في صفحتها 7. الصفحة 4 والـ5 نلقاو فيهم الحديث عن الدعسوقة المكسيكية وجلب 100 دعسوقة، عملية التكاثر تتطلب على الأقل 2 سنين والكلفة ستكون باهظة، هذا في علاقة بمكافحة الحشرة القرمزية، ويعني انخراط الدولة التونسية في المكافحة الحشرية بجلب 100 دعسوقة مكسيكية للتكاثر. الصفحة 5 نلقاو جلسة عامة برلمانية مطالبة وزارة الصحة من جديد بتوفير أطباء الاختصاص. في الصفحة 9 نلقاو المسرحي محمد موسى يعطي تصريح أو حوار لجريدة الصباح ويقول نعم للحد من الذكاء الاصطناعي في علاقة
بالثقافة والإبداع، ونعرفوا لنا برشا مواضيع وبرشا آراء مختلفة حول الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في المجال الإعلامي أو المجال الإبداعي ككل. هذا تقريبا أهم العناوين، فما أيضا العناوين الرياضية وعودة في صباح الخير للصباح على إقالة الوزير، وبعد يعني ماذا بعد إقالة وزير الشؤون الدينية. هذه جريدة الصباح. مش نختم معكم بجريدة الصحافة اللي لحقيقة تميل أكثر للشأن الاقتصادي، وديما أغلب عناوينها اقتصادية وتكون جريدة اقتصادية بامتياز. ولهنا مهم جدا أنه ديما نفكروا ونطرحوا الإشكاليات الاقتصادية والعوائق الاقتصادية وكل جديد الاقتصاد الوطني، لأنه يستحق أنه يكون في الاكتواليتي، يستحق أنه يكون ألايون في والمواطن التونسي تدخلها كثقافة بتاع متابعة سيرورة الاقتصاد وأفاق الاقتصاد والاستثمار في تونس. ونلقاو برشا عناوين لهنا. رئاسة الجمهورية يطرح ملف الهجرة السرية مرة أخرى، لدينا ما نقول في هذا الملف أكثر مما يقولون أمام الحراك الوطني والدولي والإقليمي الداعم لتونس في علاقته بمنظمة الأعراف الحاضرة بالغياب. هكذا اللي جاء في عنوان الصفحة الثالثة، هذا عنوان الصفحة الثالثة. وفي ندوة صحفية لتقديم نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا تسجيل نسبة نجاح 42.20% بإيجابياتها اللي لا يمكن إنكارها. ولهنا تقريبا بقية العناوين الصفحة السابعة والخامسة هي اللي موجودة كلها حول نتائج البكالوريا وقراءات الحقيقة متنوعة ومتعددة في نسب النجاح، والحديث والتركيز أكثر على الشعب العلمية اللي سنعطت نتائج أكثر من إيجابية. الحقيقة نقولوا أكثر من إيجابية، السنة مشات مليحة الشعب العلمية. ألف مبروك للناجحين وحظ سعيد للي تأجل نجاحهم للدورة الكنترول، وحتى اللي السنة ما صعبهمش للحظ، إن شاء الله العام الجاي يكونوا من المتفوقين ومن الأوائل. هذه جولتنا في أهم العناوين الصادرة صباح اليوم للصحف التونسية على شأن على المستوى المحلي أو المستوى الجهوي العالمي أيضا. احنا مش نتواصل معاكم بعد